على رأسها اخترناه اخترناه والحاجات دي. السيسي مش لاقي مغني يغني له مع ان فيه موجود كتير قوي، ولا لاقي حتى مذيعين يعملوا له شغل زي ما كان بيعمل المذيعين الكبار مع عبد الناصر او السادات ومبارك. فاستعان بقى ايوه بحسين الجاسم بتاع الامارات فيغني بصوت ما بين الانثى والذكر كده. انا صوته بالنسبه لي كده يعني انا ما بعرفش هويه صوته وبيغني الحقيقه. حسين الجاسمي بحس انه حاجه كده ما بين الست والراجل، صوته كده صوته عجيب قوي وشبه المنشار وبيتكلم وبيغني. الناس بتحب صوته وله جمهور. انا شخصيا صوته مش عارف بميزه، يعني احلام اكثر ذكوره منه. احلام صوت قوي قوي. البنت التانيه اسمها ايه؟ اللي قالت ما بغنيش باللهجه المصريه دي. دي صوتها قوي جدا ومغنيه جامده قوي. لا اللي قالت مش بغني باللهجه المصريه، نسيت اسمها دلوقتي معاها بقى. حاجه نجوى، اسمها نجوى حاجه. نجوى كرم. نجوى كرم صوت رائع. صوت. انما تعالى بقى اتفرج على صوت حسين الجاسمي. حاجه كده ما بين البلوغ والطفوله. ما علينا، راح استعان بحسين الجاسمي. مع ان عنده موسيقيين وعنده موزعين وعنده استوديوهات وعنده، لكن يبدو ان في مشكله الناس مش عارفه تلمعه.